مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. والبداية بالموجز المحلي. أعلنت إدارة مستشفى صبرات عن إيقاف الدخول مؤقتا إلى المستشفى على أن يقتصر العمل على حالات الإسعاف والطوارئ فقط. وأرجع المستشفى في بيان مقتضب هذا الإجراء إلى تلف وعطل في القلاب الرئيسي الواصل بين الخط الرئيسي والمولدات، نظرا إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي من المصدر الرئيسي. أكد عميد بلدية تجورة خالد لازرق لبوابة الوسط عن استقرار الأوضاع في المنطقة بعد التوتر الأمني جراء الاشتباكات التي شهدتها، نافيا تسجيل أي وفيات جراء إطلاق النار أو توجد مظاهر مسلحة في الشوارع. يستعد وفد مصري يضم مستثمرين ورجال صناعة ومطورين عقاريين لزيارة ليبيا لبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الأعمار. ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة ورئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني ملف السجناء من البلدين وسير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي بعد إعادة فتحه مؤخرا. يعاني سكان عمارة المحجوب في منطقة سيدي حسين ببنغازي من الموت البطيء، حيث أن العمارة أصبحت آيلة للسقوط وبقرار رسمي من الدولة، ولكن حتى الآن لم يصدر أي أمر إخلاء للسكان، كما تسبب تهالك المبنى إلى سقوط أجزاء منها على طفلة أدت إلى وفاتها. عدسة برنامجنا ذهبت إلى عين المكان ورصدت الوضع فلنشاهد. مشاهدين وسط مشاهدين عدسة قناة دبليو تي في، نحن الآن متواجدون داخل عمارة المحجوب في منطقة سيدي حسين. هذه العمارة التي تحمل أكثر من 40 وحدة سكنية أو 40 شقة بالتحديد، يعاني أهل هذه العمارة من مآسي كثيرة جدا، من العمارة التي من إبان العهد الماضي كان فيها قرار إزالة وهي آيلة للسقوط. يعاني السكان الحي من أمور كثيرة جدا، سنتابع معا مع سكان الحي هنا داخل العمارة، كونوا معنا. 2014 ونحن شني نجد وراء الدولة هذه سيرت فيها حوادث شينا بك، من ضمنهم أنا يعني من سنة طايحة علي حيطة جزء من البلكوني نتاعي، وبلغت عليه الشباب وعدينا درنا تقرير وعدينا للإسكان وجو عرفت وداروا التقرير نتاعهم وقالوا اصبروا هالفترة هذه وإن شاء الله حندير لكم حل. قعدنا نرجو حتى تمينا نوظف الناس، كل مرة طيح حاجة كل مرة طيح حاجة. أنا ما نخليش في عيالي يخشوا البلكون، أنا اللي نطلع في حاجتي. وهني صارت قاطعة الضي عندي المرحومة من هي صغيرة ما تحبش الحمو، عرفت تضايق، طلعت البلكوني تخرف معايير الجيران، يعني حتى في صاحباتها قاعدات أنا في عمارة لوحيشي تحكي طاحت عليها شقفه من فوق، يعني حتى في التقرير الطبي مذكور أن فيه أثار في الجمجمة عرف نتيجة سقوط شيء عرف من أعلى وسقوط المرحومة من الدور الثاني والأثار قاعدات كذا قاعدات. فنطالب من دولتنا هذه أن تبحث فينا وتبحث في الناس اللي قاعدة، كل يوم تطيح شقفة، يعني نحن هالبشر هذوما من يمشوا في رقبة من بس. في 2010 من أيام معمر قالوا العمارة هذه آيلة للسقوط، سكننا هنا أيضا مدخل العمارة، أول ما جيت هنا في خرسانة هنا كاملة طاحت هنا الكهرباء، المطافي جت مرتين أو ثلاثة وهذين الضي اللي محروم على حسابنا، وجينا مشينا جماعة الزكاة مشينا جماعة الدنيا، الدولة عندها علم بالقصة قالوا تو يعوضوكم، جو مهندسين هنا وهذا محامي في ناس أخرى قالوا لهم راه العمارة آيلة للسقوط، تمت كل مرة شقفة طايحة مية ضيها هو قدامكم، ما نحكوش نحن الصورة هي اللي هي قدامكم، اللي شقف هنا مية ما عندناش بكل، يعني كل مرة طايحة أو تو ترقوا من يومين أو ثلاثة طاحت شقفة قدام جارنا. نحن عايشين في مأساة طالبين من الدولة أنها تعوضنا، نحن ليبيين يعني كان القصة تقعد هيك عيالنا نخسروهم ونقعدوا ساكتين، هذه ما قالهاش ربي، وهو أنتم بالواحد كم تو تركبوا والكاميرا قدامكم وتشوفوا الدنيا.
مطالبتنا قلنا لهم احنا مش طالبين فلوس، احنا الغايه مش فلوس، احنا ارواح اولادنا اغلى من. فقلنا لهم احنا باعتبارهم انتم مصلحه املاك، انتم اداه، هل هي قابله للسكن تحت الصيانه صينوها واحنا نظل فيها، ما تقبل سكن، ما تقبل المكوث فيها كسكن، اذا اعطونا بديل. هذا طلب مطلب شرعي كمواطنين ليبيين حسب القانون الدستوري، احنا مواطنين ليبيين من حقنا نعيشوا بسلام احنا اولادنا. فقالوا لنا هذه ازاله اخلاء اخلاء، هذا من هم تقريرنا ازاله واخلاء. هذا اذا معناه المفروض ينفذ الكلام هذا. عقد المجلس البلدي طبرق برئاسة فرج بالخطابية اجتماع مع شركة المياه والصرف الصحي إدارة الجبل الأخضر، وناقش الاجتماع مشاكل الصرف الصحي والمياه في المدينة. هذا وقد استعرض عميد البلدية مشاكل كل الأحياء والشوارع التي تعاني من فيضانات الصرف الصحي ونقص في إمدادات المياه وتهالك الشبكة في عدد من الأحياء. صلاح فؤاد معيوف مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة في بلدية طبرق. تشهد بلدية طبرق اليوم وفي مكتب عميد البلدية السيد فرج بالخطابية اجتماع مهم مع مدير إدارة المياه والصرف الصحي في الجبل الأخضر، وأيضا بحضور أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب المشروعات وعدد من المسؤولين في شركة المياه والصرف الصحي بمدينة طبرق. الاجتماع اليوم في تمحور في حل مشاكل المياه داخل مدينة طبرق، حيث تعاني الشبكة العامة في هذه المدينة لمشاكل كثيرة جدا، شبكة قديمة تتسبب في عدم وصول المياه إلى عدد كبير من أحياء هذه المدينة. أيضا حل مشكلة محطة التحلية، أيضا هذه المحطة التي تحتاج لعمرة جسيمة لحل نقص المياه في هذه المدينة. ايضا مشاكل الصرف الصحي وانتشارها داخل المدينه اصبحت يعني تشكل عائق كبير جدا امام البلديه. حاج فرج بالخطابيه عميد البلديه يسعى دائما لمتابعه من خلال الجولات اليوميه، يسعى دائما لحل كل المشاكل. اصبحت مشكله المياه والصرف الصحي في مدينه طبرق تعتبر من اكبر المشاكل من اولويه عميد البلديه. اليوم ان شاء الله حتوضع النقاط على الحروف، حقيقة حضور مدير إدارة الجبل الأخضر للمياه والصرف الصحي، حضر اليوم السيد فتح العريضة، حضور مهم جدا لوضع كل المشاكل أمامه. إن شاء الله وعد السيد فتح العريضة بحل الكثير من العوائق والمشاكل التي يعاني منها المواطن في مدينة طبرق. عميد بلديا بإذن الله تعالى إن شاء الله حيقف بنفسه على كل العراقيل التي إن شاء الله تحل في القريب العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس منصور حمد معيوف رئيس قسم الصرف الصحي بمكتب خدمات طبرق. اجتمعنا اليوم مع عميد بلدية طبرق بخصوص مشاكل طفح الصرف الصحي. حضر معنا في الاجتماع مدير الإدارة المهندس فتحي العريضة ومدير مكتب خدمات طبرق عبد الرحمن الصافي ومدير إدارة المستهلكين سيد فتحي الدعبسي. وكان اجتماع الحق أصبر عن نتائج كويسة، اللي هو خذينا قرار بتغيير جميع المفترقات، يعني خدمة جميع المفترقات في المدينة تم زيارتهم بالكامل، وإنشاء محطة جديدة تحت الكوبري بإذن الله حتى يسعين في الدراسة لها. وحصلنا وعد يعني من إدارة الأعمار أن حينفذوها. يعني اجتماع إن شاء الله حينجمع لنا حنلاحظوا تغير ملموس يعني خلال الأيام القادمة إن شاء الله من هالاجتماع إن شاء الله. افتتح بمدينة البيضاء مبنى مراقبة التربية والتعليم الحديث كليا، وذلك عقب الصيانة الشاملة التي أجريت له مؤخرا والتي أشرف عليها ونفذها صندوق إعادة الأعمار. يأتي هذا استكمالا لصيانة عدة مدارس العام الماضي واستكمال أخرى هذا العام. مراقبة التعليم بمدينة البيضاء والذي سيفتتح في هذا المسير الحكيم اليوم في احتفالية افتتاح مراقبة التربية والتعليم البيضاء اللي كانت تحت صيانة لها حوالي 8 شهور. طبعا المراقبة لم تتم فيها أي عملية صيانة لأكثر من مدة 20 سنة. وفقنا الله سبحانه وتعالى وجهود جهاز
الإعمار وإعادة الاستقرار، أن تمت صيانة المراقبة صيانة جذرية لجميع المكاتب والأجنحة فيها. طبعا هي المراقبة عبارة عن 3 طوابق و9 أجنحة، تم بفضل الله صيانتها بالكامل صيانة جذرية وإعادة هيكليتها من جديد بعد ما حملت صيانة وفضل الله أخرى وحصلنا لها أثاث كامل. تم تأسيسها هي تو يعني نقول بعون الله اعتبارا من يوم الغد تدخل للعمل كمؤسسة تساعد في بذل عمل كبير بشكل لمراقبة التعليم البيضاء، بالإضافة إلى أن تمكننا من صيانة حوالي 45 مدرسة الفترة اللي فاتت حتى هي عبر صندوق الإعمار. الفترة هذه الأيام هذين هي أنت زي ما قلت حضرتك إن فيها مدارس شايفين إن فيها صيانة، فضل الله تمت دخول أكثر من 35 مدرسة أخرى للصيانة حتى هن إن شاء الله العام الدراسي القادم حيكون جاهزات لاستقبال أبنائنا الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا مجهودات العمل داخل مدينة البيضاء في جميع القطاعات وقطاع التعليم خاصة نحب أن نشكر عليها المهندس القاسم خليفة حلتر، الحقيقة بذل مجهود جبار جدا جدا داخل مدينة البيضاء. من ضمن هذه المشاريع وكانت هذه الثمرة الأولى هو مبنى التعليم داخل مدينة البيضاء، استكملنا العمل على المشروع. الصيانة كانت شاملة وكاملة لجميع مكاتب ودورة المياه والمبنى داخليا وخارجيا، الحمد لله كانت صيانة على أكمل وجه. الآن نتجه بقوة لصيانة جميع مدارس بلدية جبل الأخضر، البداية بعدد لا بأس به الآن من المدارس والعملية إن شاء الله متلاحقة. نحب نشكر المدير التنفيذي لصندوق الإعمار، أيضا مجهودات جبارة تبذل لمدينة البيضاء بشكل عام في جميع القطاعات. الآن حنبدأ في صيانة جميع قطاعات بلدية جبل الأخضر، صيانة الطرق، صيانة الكباري، صيانة وإنشاء كباري جديدة أيضا، ونتمنى من الله التوفيق في قادم الأعمال إن شاء الله. أقام مستشفى الوحدة العلاجية التعليمي بدرنا الملتقى العلمي حول مرض السكري والقدم السكري وعلاجه تحت شعار صحتك مستقبلك، بالتعاون مع نخبة من المختصين من طرابلس وبنغازي ودرنا. استمر الملتقى ليومين وتم فيه عرض حالات الإصابة بقدم السكري وطرق الوقاية والمحافظة على الصحة العامة لهذه الشريحة من المصابين بمرض السكري. نتابع. ألقينا محاضرة في بعنوان القدم السكري في ليبيا وعلاقتها بالمواطن الليبي فيما يتعلق بحياتنا اليومية وكيفية التركيز على الوقاية خير من العلاج، بصفة أن العلاج للأمراض أو المضاعفات القدم السكري مكلفة جدا، فإن شاء الله نكون تمكننا من إيصال هذه الرسالة ونتمنى لجميع الأطباء التوفيق، وإن شاء الله حيكون عندنا نشاط في العيادة الخارجية بعون الله للكشف على بعض المرضى في المنطقة في الفترة المسائية بعون الله تعالى. بارك الله فيكم كلكم، يعني استقبلتونا استقبال ما شاء الله في مدينة العلم، لا ننسى مدينة درنا وما مرت به من محن، ورب يكون ويفرج علينا كلنا اجمعين ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. اهم شيء ركزتوا عليه في الملتقى العلمي اليوم؟ اليوم ركزنا على مرض السكري والقدم السكري وكيفية علاجه، وكذلك على الجانب النفسي وللمرض السكري. جميل. الفعاليات شنو في بعد طبعا نحن اليوم قاعدين متواجدين في كلية الطب البشري لإلقاء محاضرات علمية، بعدين في العشية إن شاء الله فترة مسائية الساعة 5 ننطلقوا في العيادات الخارجية للكشف على المواطنين لمرض السكري والقدم السكري. توعية، دروس توعية. وكذلك التوعية. شكرا بارك الله فيك. بارك الله. لو دخلت فيها ستنتين، كل ستنتين تضيف لها 2500، يعني مبلغ كبير. والآن فاصل ونعود للمتابعة.
نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية أيوبام والمنظمة الدولية للهجرة برنامج تدريبي لحرس الحدود الليبي بطرابلس، حيث تم التركيز على تزويد ضباط وزارة الدفاع بالمعرفة المتخصصة حول مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتعد هذه المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في تطوير نظام قوي لإدارة الحدود يحترم الحقوق. The European Union is a firm protector and promoter of human rights across the world. That is why EUBAM Libya cooperated with the IOM on the training initiative focusing on international humanitarian law and human rights. It took place from the 8th until the 11th of July in the specialized training center Abu Salem for the Libyan border guards. EUBAM contributed with its expertise on cross-border crime and rule of law, providing an overview of the Palermo Protocol, combating smuggling of migrants and trafficking of human beings. We also introduced international police cooperation tools, search, rescue and arrest operation respecting human rights. The training program aimed to improve awareness of migrants' rights at the Libyan border guards to ensure that these rights are upheld at all times. أقيم في منطقة بوترابا مهرجان طلميثة للميز الشعبي بمبادرة من عائلة بوتلاغ بعد دعوتهم جميع الفرسان في منطقة برقة للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. حضر المهرجان فرسان عديدون من مختلف المدن، مما جعلها مناسبة تعزز التراث الشعبي وتعزز الروابط الاجتماعية. على بركة الله افتتحنا مميز على في منطقة طلميثة كل يوم ثلاثاء على أرض المرحوم محمد بن قاسم بوطلاق. مهرجان ديرينا أساس أنها طبعا أنت عارف فروسية، أنها عز وأنها الحقيقة جهاد وأن تراث. نحن مقسمنا الأرض هذه ودرناها مهرجان للفروسية، دعينا الناس كلها جميع الفرسان بدون أي تخصيص، أي فارس يبي يشارك تفضل، نحن نرحب بهم جميعا من جميع أنحاء ليبيا. أنا إن شاء الله ربي يتم العملية على خير، وإن شاء الله يكون بسلامة، وإن شاء الله ونرحب بكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طبعا هو تراث شعبي، ويبدأ طبعا الموسم من بداية نهاية الربيع وبداية الصيف، نبدأ نوته في الخيل وتنقيس طبعا اللي هي طبعا نقول الرياضة، وناخذه طبعا في فتره شهر او شهر ونص، كل واحد يبدا في حصانه ويوتي حتى يتليق الحصان ويوته مبزوط، ونتوكل على الله ونبدا نمشي عد شهر المميزات. الهدف منها علاقات اجتماعيه بس، ما فيش يعني اي حاجه، فيتمشي وجاي وعلاقات اجتماعيه جيده في جميع انحاء برقه بالكامل، يعني ما عندناش اي مشكله في اي منطقه كانت، سواء لنا ولا حتى اذا صار اي موضوع مع حد غادي يكلمنا على طول، ندزول لاول واحد من جماعه الخير. نشكر جميع فرسان بارقة بصفة عامة والكبار والصغار، ونشكر جميع المصورين، ونشكر جميع المتفرجين الذي يتعبوا ورانا من بعيد ومن قريب، وبارك الله فيكم. والله في شتوات نطقوا في الصابية طبعا الجماعة، وفي اللي يديروا في كشك على المغرب جماعة الميز والهندبة، هذه ضروري مطلوبة. لما تحق الفارس طالع راس المندار ضروري تحييه، ضروري تعيط باسم الحصان باسم الفارس، بعد زيد لا قدام زيد حتى الفارس طموحه يصقمن يعني ويشجع لما تبى تشجع فيه. ونحن كنظامنا هنا في الصابية زي ما تقول عويل صغار، خايفين عليهم الركاب وخايفين عليهم الحصان يتكي، نحن عارفين الحصان اللي يتكي وعارفين الحصان اللي ما يتكي، ونطلبوا منهم بس السلاح الحي ممنوع. ونشكر طبعا منطقة أهالي منطقة بوترابا بالتخصص عائلة عيد بوطلاق اللي تعبين في هذا الملهاد، ونشكر الجمهور صراحة بصفة عامة، ونشكر الفرسان كلهم مديرين هالبادرة الطيبة في مقاسمينها في كل أسبوع ثلاث مرات أو أربع مرات، يعني هذه الميزة الكويسة. والميزة الثانية التراث الخير، تراثنا طبعا من أبائنا وأجدادنا، نتعرفوا من 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 بعيد لقريب، من رأس جديد لمساعد، من رأس جديد لمساعد، في كل مكان تمشي به تلقى فيه صحيب، من جابر لنا الصحيب هذا جابر لنا الخيل.
الخيل نحن كاسبين وراكبين من ايام اجدادنا وابانا على اساس ان التعارف والاخويه. ان شاء الله ديما طيبين وان شاء الله خصانته طيبين. بعد تشجيع أخيه توجه عبد الرحمن لتعلم مهنة الميكانيكا التي استطاع في فترة وجيزة أن يتقنها. عدسة برنامجنا التقت معه حيث تحدث عن أسباب انخراطه في هذه الحرفة، كما وجه رسالة إلى الشباب من أجل التغلب على البطالة وتعلم حرفة تكون مصدر رزقا له. عبد الرحمن سعد من سكان مدينة جدابية، من مواليد 2004، طالب في جامعة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. بدأت قصدي في ورشة الصالة، بعدنا أخويا لقاني أني أنا مش كويس في القراية، نص ونص وكيوني. قال لي شنو؟ قال لي أنت تعال توا يا عبدو، تعال واخدم هنا خيرك وتعلم حرفة حاجة كويسة لك كيوني. أنا في الأول كنت رافض الفكرة، مع أني مش كويس في القراية أنا، بس شنو؟ قلت اني ما زلت صغير على الجو هذا وني وعندي كاين ميول للكوره، انا في نادي النجوم يعني كاينه في عقلي حاجه هذه. وبعدها يعني زر علي شويه، خلاص قلت له تمام تو نجي نجرب. بعد ما جربت تبكي في الاول يعني مانيش ناي يعني هيك يعني مانيش ضرب لها وني فوق جو وهك يعني ما زلت صغير اصلا. من بعدها شنو تميت يعني نفهم في الجو، نفهم في الحاجات، تعلمت الحرفه برضه وتو يعني الحمد لله. بعد اشهر يعني لقيت روحي يعني ما شاء الله يعني فتحت في الخدمه هذه، تميت نعرف نفك ونركب ونكشف وندير في حاجات يعني هذينا، يعني الحمد لله يعني ربي وفقني فيها الحاجه هذه ونجحت فيها فضل الله سبحانه وتعالى. من اكبر المحفزين لي في الشياضه هو اخويا حق، يعني اخويا هو اللي حفزني الشياضه وهو اللي خلاني نجي نخدم انا وخلاني يعني نخدم ويشجع فيا وني والجو هذا. معني مش ناكر يعني الناس الاخرى حتى يصبت معايا، بس اكثر واحد يعني اخويا، ويا حرفه خوالي تعلمتها الحمد لله. نعطي نصيحه للشباب يعني من زيك، يعني ما يبقاش راقد في الحوش هيك وعابي على القرايه بس وني. القرايه هي في الاخير انت بعد تنجح نصيبات التعيينات هذينا، نصيبات فهمت علي؟ فلذلك انت تعلم حرفه على حالك كويسه الحرفه، يعني يقول لك يعني حرفه في اليد ولا ورثه من جد. كويسه الحرفه بذراعك، تعلم وتخدم على حالك وتكرد على روحك، مش تعتمد على روحك وتبقى قد المسؤوليه يعني في حاجه واجد. وبهذا نصل الى نهايه حلقتنا، امسيه طيبه والى اللقاء.